سحر وترويج ودوما تسلينا طبيبت كنت وابوك والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغازو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد شكرا 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 أحبائي شكون يقرأ مليح هذا العام شكون يجاب محدل جميل هبطوا يديكم شكون يربح في امتحان شهادة التعليم الابتدائي شكون يربح شهادة التعليم المتوسط متوسط عمو يزيد دلكم أغنية أغنية النجاح نقول فيها مبروك النجاح عليكم العقوبة لشهادة أخرى بكالوريا وزيد ليسانس وإن شاء الله تاني دكتورة إذن أحبائي اللي نجحوا ربي إن شاء الله من نجاح إلى نجاح تغنوا كامل معايا بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا ياك اللي يتعب ينال إذن أحبائي تغنوا كامل معايا مبروك النجاح عليكم يلا أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال سهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا ياك اللي يتعب ينال مبروك النجاح عليكم يا شاطرين واه واه يا شاطرين وارفعتوا ريسا ولديكم راهم بيكم فرحانين راهم بيكم فرحانين مبروك النجاح عليكم واه واه يا شاطرين واه واه يا شاطرين وارفعتوا ريسا ولديكم راهم بيكم فرحانين راهم بيكم فرحانين أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال سهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كل يتعب بينال أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كل يتعب بينال هقدت واللي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك تبني مستقبل حياتك ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك وتكون مفخرة بلادك هقدت واللي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك تبني مستقبل حياتك ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك وتكون مفخرة بلادك أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال سهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كل يتعب بينال أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كل يتعب بينال نجحكم هو الأساس لعبوا بالشهادة أخرى لعبوا بالشهادة أخرى بكالوريا وزيد ليسانس وإن شاء الله تاني دكتورة وإن شاء الله تاني دكتورة نجحكم هو الأساس لعبوا بالشهادة أخرى لعبوا بالشهادة أخرى بكالوريا وزيد ليسانس وإن شاء الله تاني دكتورة وإن شاء الله تاني دكتورة أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كل يتعب بينال أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كل يتعب بينال يا كل يتعب بينال لولا ويل ينسع لولادنا اللي نجحوا لولا ويل إذن العقوبة لشهادة أخرى بكالوريا وزيد ليسانس وإن شاء الله تاني دكتورة واش رأيكم أحبائي
لما الإنسان يكون في خطر، حادث مرور ولا مالس في الدار ولا أي شيء، ليه من عيطه؟ لمن عيطوا؟ من نكلم؟ بينو شوف أصدقائي هنا، شوف شباب هذا، واسمك؟ واسمك؟ واسمك وليدي؟ طوري. عبد النور، الله يبارك. شحال في عمرك عبد النور؟ 12 سنة. لمن نعيطوا عبد النور؟ للحماية المدنية. الحماية المدنية، ولكن الحماية المدنية، ولكن مش هذا هو السؤال. السؤال عم بركم عمو يزيد يعطيكم سؤال سهل كما هذا، السؤال أصعب. عرفتوا السؤال؟ مازال ما طرحش السؤال. عرفتي السؤال؟ أعطي لها تقولي وش هو السؤال، مازال ما طرحتوش. واسمك بنتي؟ هاجر. هاجر، وش هو السؤال اللي حنطرحه؟ شني هو يوم الحماية المدنية؟ اليوم كيفاش اليوم؟ اليوم؟ برافو، عرفت السؤال. نقول لك الجواب. اليوم العالمي للحماية المدنية، بيان سور قولي لي الجواب انت شاطرة. 1 مارس. وقتاش؟ 1 مارس. أول مارس، تعالي تعالي شاطرة بزاف أنت. واه ما قدرتلهاش أنا هذه. عرفت السؤال قبل ما نطرحه. إذا أعطونا تحية تقدير وإجلال لرجال الإطفاء للحماية المدنية من فضلكم. أعطونا تحية أكبر 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 أكبر. إذن رجل الإطفاء، رجل الإطفاء، تعالي بنتي تعالي، أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها. معليش عبالكم بلي الهدية تاعها كي قلت لهم إحنا الممول تاع الحصة يعني راعي البرنامج يعطينا هدايا لكل ولاية، كل ولاية عندها مثلا 4 هدايا 5 هدايا للأطفال. بصح درك كي درت هكذا قالوا لي خلاص الهدايا تاع ولايه مديه، من حظها انه راه عندي الهدايا تاع مدينه البليده تاع غدوه. نحو لهم واحد وخلاص، نحو لهم هديه. معليش نعود نخلفوها لهم مره اخرى، راح نعطوا لك هديه من تاع ولايه البليده. شغل كنت معنا غدوه ان شاء الله. خلاص واسمك بنتي؟ هاجر. شاطره في الدراسه؟ نعم. شحال جبتي معدل؟ 14.63. برافو، صفقوا عليها صفقوا عليها. عمو يزيد يحب اللي يقراو. جاب بابا حيجيب لها كادو. بابا ها بابا حيجيب لك كادو، دوكا انا نجيب لك كادو. خلاص خليها تبقى معنا حتى يجيبوا لها الكادو، خليها تقعد معنا. قعدي قعدي بنتي، معليش دوك يجيبوا لها الهديه، تقعد هنا على خاطر كنت هبط ننساوها. اذا علاش قلت لكم اليوم العالمي للحماية المدنية هو يوم أول مارس؟ على بالكم يا أحبائي رجال الحماية المدنية يجازفون، والأخطار على بالكم يعملوا في النار، يعملوا العمل تحهم شاق. عمو يزيد لهم أغنية تقدير، قل فيها ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. يلا كمل معايا. ما أروع رجل الإطفاء. أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. لا 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 لا
يلحموا ألسنة النار في يده خرطوم الماء في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء ينقذ أطفالا ونساء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء ينقذ أطفالا ونساء. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإخوة. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء عمل شاق فيه عناء. ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء وهب لنا النفس فداء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء عمل شاق فيه عناء. ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء وهب لنا. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإخوة. تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار لخدمة ومنع الأضرار. فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار ورمز من ذوي الأخيار. تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار لخدمة ومنع الأضرار. فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار ورمز. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإخوة. تحية 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 رجال الحماية المدنية. شجاع باسل شهم أنت يا رجل الإطفاء. أحبائي رجال الإطفاء يسهرون على الحماية نتاعنا وعلى راحتنا. إذن على الأقل تقدير بسيط. أعطيني الهدية تاعها الشاطرة. إذن بنتي اليوم العالمي للحماية المدنية وقتاش؟ 1 مارس. 1 مارس. إذن رامي وراكي رايحة السناي تديتها الكادوش جات رايحة وراكي رايحة. إذن بنتي رامي راعي هذا البرنامج وراعي حصة مع عمو يزيد يعطيك هذه الهدية المتواضعة إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو بنتي العفو. تفضلي تفضلي. تصفيقة تصفيقة. إذن رجال الحماية المدنية تحية تقدير تقدير. كاين أغنية دارها عمو يزيد ما عندهاش بزاف جديدة. هذه الأغنية أنا نحبها بزاف. علاش؟ لأنه حوار حوار بين طفل والوالد نتاعو. يقول له يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. أحبائي الاحترام مهم في المجتمع. لازم نحترم بعضنا بعض. مهم جدا جدا جدا. واش يقول له باباه؟ يقول له يا ابني يا ابني. يفهموا الاحترام. لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألما وعجوز نامت والصبي. إذن لا يجب رفع الصوت في الحي وخاصة في الليل. ومن بعد يقول له لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه
أو تسمع منهم ردا كي نروحوا للديور ما نفتحوش الباب يا أحبائي، يجب الاستئذان، مهم جدا. يقول له كذلك لما تدخل دكانا كي تروح تقضي سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. أحبائي مهم جدا لما ندخلوا الدكان نقول السلام عليكم ونحترم الناس اللي راهم تما نسلموا عليهم وننتظروا الدور تاعنا. أغنية الاحترام أحبائي كامل، يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام، يلا معايا. يا ابني فمانا في سنتنا والإسلام، لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام، يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام، هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا أو تسمع منهم ردا. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام، يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام. شكرا شكرا شكرا. أحبائي الأخلاق مهمة في المجتمع، يجب أن نتحلى بأخلاق حسنة. الأخلاق كاين صفة عمو يزيد يحبها بزاف، هي الأمانة. الأمانة عمو يزيد دلكم أغنية خاصة بالأمانة، نقول فيها أنا طفل أمين أصون الأمانة، هي علي دين عندي تبقى مصانة. تغنوها كامل معايا. أنا طفل أمين أصون الأمانة، هي علي دين عندي
تبقى مصانة. تغنوا معايا الأمانة. أنا طفل أمين أحفظ الأمانة، هي علي يدين عندي تبقى مصانة. أنا طفل أمين أحفظ الأمانة، هي علي يدين عندي تبقى مصانة، عندي تبقى مصانة. الأمانة أصولها، إن جاءني صاحبها سالمة وكاملة أردها لأهلها. الأمانة أصولها، إن جاءني صاحبها سالمة وكاملة أردها لأهلها. أنا طفل أمين أحفظ الأمانة، هي على يدين عندي تبقى مصانة، عندي تبقى مصانة. الحق لا أضيعه والسر لا أضيعه، كل من أمنني كلا لن أخونه. الحق لا أضيعه والسر لا أضيعه، كل من أمنني كلا لن أخونه. أنا طفل أمين أحفظ الأمانة، هي علي يدين عندي تبقى مصانة، عندي تبقى مصانة. دعانا رب العالمين وكذا نبي الأمين بالصدق والأمانة لمن له خلق ودين. دعانا رب العالمين وكذا نبي الأمين بالصدق والأمانة لمن له خلق ودين. أنا طفل أمين أحفظ الأمانة، هي على يدين عندي تبقى مصانة، عندي تبقى مصانة. أمين أحفظ الأمانة، هي على يدين عندي تبقى مصانة. أنا طفل أمين أحفظ الأمانة، هي على يدين عندي تبقى مصانة، عندي تبقى مصانة. شكرا شكرا أحبائي. الأمانة سالمة وكاملة أردها لأهلها. إذن أحبائي الأمانة، صون الأمانة مهم جدا. على بالكم باللي في آخر شهر جوان كاين يوم عالمي مهم، هو اليوم العالمي للاجئين. أحبائي كاين أطفال مشردين ولاجئين بدون مأوى، إذن التفاتة لهذا الأطفال، ربي يكون معاهم إن شاء الله، وربي يرجع كل إنسان لوطنه وكل إنسان أراضيه. وهذه الأغنية أغنية بيتنا يا أحلى بيت، مهداة لكاع الأطفال اللاجئين، ربي إن شاء الله يرجعهم لأوطانهم. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأواي في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل ذكراتي. بيتنا، يلا بيتنا يا أحلى بيت كاملة. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأواي في حياتي،
فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل ذكراتي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأواي في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل ذكراتي. أنت مخبأ أسراري وكذا حكاية أيامي، فمنك تنور أفكاري وعندك كبرت أحلامي. أنت مخبأ أسراري وكذا حكاية أيامي، فمنك تنور أفكاري وعندك كبرت أحلامي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأواي في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل ذكراتي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأواي في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل ذكراتي. ليس سواك ما يسترنا، فيك نلقى راحتنا، تحت سقفك الدافي تجمع شمل عائلتي. ليس سواك ما يسترنا، فيك نلقى راحتنا، تحت سقفك الدافي تجمع شمل عائلتي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأواي في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل ذكراتي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأواي في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل ذكراتي. أنت مخبأ أسراري وكذا حكاية أيامي، فمنك تنور أفكاري وعندك كبرت أحلامي. أنت مخبأ أسراري وكذا حكاية أيامي، فمنك تنور أفكاري وعندك كبرت أحلامي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأواي في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل ذكراتي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأواي في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل ذكراتي. ليس سواك ما يسترنا، فيك نلقى راحتنا، تحت سقفك الدافي تجمع شمل عائلتي. ليس سواك ما يسترنا، فيك نلقى راحتنا، تحت سقفك الدافي تجمع شمل عائلتي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأواي في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل ذكراتي. بيتنا يا أحلى بيت، يا مأواي في حياتي، فيك ترعرعت وتربيت، فيك أجمل ذكراتي. شكرا شكرا أحبائي. إذا هذا الحفل راح نتابعه على الشروق تي في إن شاء الله. إذا أثناء العطلة حفلات عمو يزيد تمر يوم الاثنين الأربعاء والجمعة على 10 الصباح على قناة الشروق. كذلك تقدروا تتابعونا على صفحة الفيسبوك عمو يزيد الصفحة الرسمية، كذلك موقع الانترنت عمويزيد.com، ولا التطبيق على البلاي ستور، تطبيق عمو يزيد، لابليكاسيون عمو يزيد، تقدروا تحملوها في تيليشارجي في البلاي ستور. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء،
كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. يلا تغنوا كمل معنا لا تحزنوا. تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد. نشكر قناة شروق تي في ونشكر عمو يزيد ونقول له عاودوا لي لينا مرة أخرى. نشكر عمو يزيد، نشكر قناة شروق تي في، ونتمنى يعاود يرجع لينا عمو يزيد للمدية، ونتمنى كاع الأطفال يشوفوا عمو يزيد. نشكركم على الحفل هذا اللي كان حقيقة ممتع واستمتعوا به الأطفال مليح، وإن شاء الله تكرر المبادرة هذه ما تكونش آخر مرة. ومرحبا بي في ولايه المديه. نشكر العم يزيد على اللي جالينا اليوم المديه. عمو يزيد يعلمنا بزاف حاجات، نتمنى كل يوم يجي لي، نتمنى بزاف يامات يجي لينا خاطر حنا نتعلموا منه بزاف حاجات. نشكركم على هذا الحفل الممتع، ونتمنى ان شاء الله تعاودونا المره الجايه، وناس المديه كاع يشكركم، وان شاء الله عمو يزيد ما يبطلش يجي لينا. عجبني برنامج عمو يزيد وبارك الله فيه في المجهودات اللي دارها وقدمها اليوم، ونتمنى وخطا الجاي ان شاء الله يجي ثاني. نشكر عمو يزيد على اللي جانا، ومشي اول مره ان شاء الله يعاود يجي لينا، نتمنى يجي لينا كل عام، نحبه بزاف وان شاء الله يجيب لنا اغنيه جداد. شكرا على اللي جا عمو يزيد، وان شاء الله كل يوم يجي ونحبه بزاف. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.